شايف انا زي ما شايف الكثير من الاحيان ممنوعات تماما، خصوصا انه حاليا ما عندنا بابليك لايبرري. صح؟ لما بدنا نروح احد الدنانير على جميع مساحه الله. مساحه الله هي هي اكبر لايبرري، اوبن لايبرري للخطوط يعني. فدكتور خالد حيدينا عباره عن انفورميشن ريسورسز ايفاليشن فور ريسيرش بيربس. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله. أنا حقيقة انبسطت يعني بالبرزنتيشن بتاع حسام. وبالذات إن إحنا فعلاً كسودانيين عندنا حالة وعندنا ويا يونيك. البحث بتاع الدكتوراه بتاعنا يمكن يعني مثل في كلامه. أنا حقيقة عملتها في نظرية تتكلم عن library and anxiety اللي هو يعني بالترجمة كده التوتر من المكتبة. طبعاً زي ما ممكن يتخيل حاجة زي، لكن في أمريكا في باحثة عملت بحث علمي من ملاحظة يعني لاحظت انه في بعض الطلاب بيتجنبوا المكتبه. فبدات تفتش على الظاهره دي وبدات يعني اتخذت عملت ميثودز كثيره انها اكتشفت انه في بعض الناس عندهم انكزايتي من المكتبه. واحده من الاشكاليات انه في ناس ما بيعرفوا كيف يفتشوا عشان يصلوا للمعلومه. فنخش مكتبة فيها 5 طوابق أو 6 طوابق وفي لوست ما بيعرف يصل للمعلومة اللي هو عايزها. بيتوتر لأنه بيخجل يجي يسأل ناس اللايبرري إنه أنا كيف أصل المعلومة؟ بيخجل يقول أنا لو جيت سألته هيقول يعني إنه أنا جاهل. الشغله دي انا يعني قريت عنها ولفتت انتباهي. وهي كانت عملت موديل يعني عملت الكونسيبت ده شرحته وورت العناصر المؤثره فيه. فانا قمت فكرت انه انا ادرس الحكايه في السودان. فانا استخدمت تو ميثودز. الكلام برضه عن الدكتور يتكلم عن الكوانتيتيف والكواليتيتيف. انا عملت الدايري ميثود. انا اديت الطلبه اديتهم كراسات وقلت لهم انا عايزكم تكتبوا لي عن شعوركم تجاه المكتبه. وقلت لهم على راحتكم تتكلموا زي ما انتوا عايزين، ده انت تنبذوا الناس المكتبه، ده انت تشكلوا الناس المكتبه، ده انت تعملوا اي شكل، ده انت تكتب بلغه داريه، بلغه اي شيء. المهم انا داير اعرف شعورك شنو انت من المكتبه. وديت الدايره دي وخليتها معاهم مسافه سلسلة كامل. يعني انت ما عندك كفايه. انت كل ما تخش المكتبه اذا في حاجه كده ازعجتك زيدت من حاجه من تعامل ولا بس اكتبها على شكل تعليق يعني ما ضروري تفصل ولا ضروري عشان ما تكون المسألة. انا حقيقه يعني تعبت تعب كثير جدا في ان انا احلل الدارس يعني. والبحث اخذ مني زمن يعني خرافي. لكن انا في النهايه مركت بكونسيبت لللايبرري انكزايتي في السودان. يعني انا بعد المجهود اللي عملته ومركت بالعناصر اللي بتاثر في الزول بتاع المكتبه في السودان يعني انا طلعت الحاجه جديده خالص بالنسبه للناس اللي انا واسع وبعدها. يعني في توتر في المكتبه بيتم من
من البيرس من الناس اصحابك من الناس اللي معاك في المكتبه الناس الضايق من الناس في المكتبه يعني ده عشان يكون بتاكل في البار مثلا زميل ما بيقدر يركز على الكتاب بتاكل في البار في ناس الضايق من الموظف بتاع المكتبه لانه موظف المكتبه زي العسكري لما انت تشيل الكتاب ده نحكي مشاكلك كانك انت يعني بذلك في واحده من الحاجات الممتعه جدا يعني هي طبعا في مكتبه وخليك تستلف وكانك انت تستلف تمسك البطاقه من الهيروب ولازم تجيبه الساعه كده وكده فانا واحد من خلال من يمني قال لي يا اخي مش هيقدر في بريطانيا فهو كان معانا في ماليزيا في البنك ماليزيا بتقول لك مسموح لك انك تستلف زي 25 مره فا يعني القليل لما مشيت بريطانيا قلت يعني قلت له انا فاهم في المكتبات وبعرف يعني فقال قلت له اخر واحد يعني ممكن يستلف كم قال لي as much as you can carry يعني دي واحدة من المفاهيم اللي انا لقيت انه من المكتبة واحد من المسببات للتوتر البيس الضيق بتاع المكتبة هناك كنت بتكلم عن الساعة بتاع المكتبة إنها حاجة كبيرة لما بنروح فيها هنا حاجة ضيقة لما ما قدمها يعني المكتبة هي ضيقة لما ما قدمها الحقيقة زيادة عشان أنا أأكد النتائج بتاعتي كنت عملتها شلت العناصر دي كلها وكنت صرتها في كوانتيتيف مثلا صرتها في سيرفي ووزعته في النهاية أكدت يعني إن أنا خلقت لحاجة تسمى سودانيز لايبرري كونستراكت لايبرري أنزايتي كونستراكت وحاليا نشر هذا المقال نشر هذا الأرتيكل يعني تم نشره الحمد لله أنا حقيقة أقول شو إنه ده كله يا جماعة الحاصل حسي ده ويعني أشكر الدكتور أنور والناس اللي ساهموا هو بالنسبة لكم أنتم برين ستورمينج يعني أنت أفكار بتجيكم وانتم بتجمعوا منها لكن المجهود الكبير انك انت تقعد في الوطن وتجمع يعني انت ممكن تقعد في البيت كده وتعرف في الاخر تلاقي وقت تتنشر البروسيس دي بروسيس مرهقه وبتصل مره تقول انا لا دخلت الموضوع ده شيء حقيقه انت تقعد تقرا المناهج دي كلها تقرأها هذه الشيء المكونة من الشيون دي الشيون دي الشيون وتعرف المناهج السخنة وتقرأ آرتكس وتقرأ سيسيس تقرأها قراية دقيقة جدا وبعد ذلك تقرأها لسه برضه ما فاهم وبتخش البحث انت لسه ما فاهم لكن انت بتتعلم اثناء البروسيس انت اثناء البروسيس بتتعلم الجماعة دول بتتعلموا ما تذكروا اليوم الاخر لا بتتعلموا البروسيس وزي ما قال لك رجعوك والله رجعوك لما الزيادة تطلع لكن هذا ما بيحصل في السودان عشان كده البحث هنا متخلف ثانيا المسألة تحت الجيرنس أنا الرسالة بتاعتي كلها أنا قاعد في اللاب بتاعي هناك في ماليزيا أي يعني مشتركين في مصادر ضخمة جدا أي لحظة أنا بقى لي أرتكل بخش القاعدة بشوف وبعدين لي سيسي برضو بخش بشوف بلقاها فول تكست أقراها أعرف أزول ده استخدم المسج شنو المسج دي كويسة معايا أو كويسة كده لكن هنا طبعا واحدة من المشكلة الثانية طبعا اللغة يعني اللغة طبعا واحدة من الإشكاليات الكبيرة جدا اللي بتحيد البحث أنا حقيقة البرزنتيشن بتاعي مختلف عن المقدمة دي يمكن لأنه متوقع إنه في ناس كتير يتكلموا عن يعني. طيب انا هتكلم عن انه كيف انت تلوكيت كيف تلقى الحاجه اللي انت عايزها وكيف تغيمها هل دي فعلا يعني مناسبه لك او هل فعلا ويس انك تشيل منها تضيف لبحثك ولا وكيف انك تصارك يعني. دي واحدة من الشعليات تحت النشر في النت يعني يمكن نركز على الانترنت لانه
حاليا درجة ترند انه الناس تستخدم النت في ان تجيب المعلومة وفي انه تقرا وتضيف ال 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 فدي بعض الاشياء اللي هي اشكالية كبيرة في انه اي زول ممكن ينشر وما في ضوابط تحكم المسائل. طيب في ناس بتخيل انه السيرش انجنز الموجوده دي ممكن تجيب لك اي حاجه. فحقيقه السيرش انجنز دي في جزء كبير من المصادر موجوده السيرش انجنز ما بتقدر تصل لها. ويمكن زي ما انتم شايفين هنا وده الدور المصطلح ده انه يسموه الديب ويب او الانفيزبل ويب. يعني في اشياء انت ما تقدر تصلها من جوجل اصلا. في مصادر معلومات انت ما تقدر تصلها عبر جوجل. دي المساحات الشايلاها تشوف المقارنه يعني. الاندكسبل ويب اللي هي بتطوف عليها السيرش انجن بتقدر تعمل لها اندكسنج وتجيب الروابط وتجيبه لك تقريبا 91,000 تير بايت. لكن شوف الانفيزبل كم؟ 7000 يعني 7500 تير بايت. ده انت ما قادر تصل لها. طيب الامثله اللي شنو؟ الداتا بيز الموجوده. في داتا بيز موجوده ناس حتى ال زي الجيرنالز مثلا الجيرنالز داتا بيز زي ما بخلوك زي ما بتقدر انت تصل للمحتويات بتاعتها الا انت تخش القاعده بتاعته. لأن القاعدة بتاعته بتتطلب مثلا يوزر نيم وباسورد. السيرش انجن ما بتقدر تخش تعمل لك العملية دي. في لايبرري كتالوج بتاع الموجودة في الجامعات الأونلاين لايبرري كتالوج. ده أنت برضه هي مع جزء كبير من السيرش انجنز ما بتقدر تخش وتديك المعلومات. فأنت ممكن تمشي الجامعة تخش اللايبرري كتالوج بتاع الجامعة وتعمل سيرش جواه بتلقى معلومات توصلك لحاجات انت ما تستطيع ان تصل بها لل وهكذا. في انواع كثيره للداتابيز. طيب المحاوله اللي عملتها جوجل انه جوجل سكولر بقت تقدر انه تخش بعض الداتابيز الانفيزبل دي واللي هي دي بتميز جوجل سكولر عن جوجل العاديه. جوجل سكولر بتخش للداتابيز الاكاديميه واللي هي متخصصه يعني المجالات العلميه متخصصه. فانت لو عايز بحث علمي عايز تفتش مباشره ما تقدرش لجوجل سكولر. لكن برضه ما هي برضه ما كان برضه فيها قصور. دي برضه غالبا من السيرش انجنز اللي هي بتفتش بصوره متخصصه زي الانفوماين زي السيرش انجنز الناس ممكن تطلع عليها. طيب واحده من الحاجات المهمه برضه انت كباحث عايز تصل هناك برضه ديفلوب يور انترنت سيرش سكيلز. يعني برضه دي حاجات معناها دي حاجات ممكن تنزل تعلمها موجودة في جايدز موجودة انك كيف استفاد القصوى من السيرش انجنز. في سيرش انجنز عندها امكانيات في السيرش انجنز الثانية موجودة. فانت لازم تقرا الجايدز دي توريك الفوائد بتاعت كله سيرش انجن دي تخليك تصل لمعلومات اكثر موجودة يعني. في بعض المهارات اللي انت بتكتسبها سامع انت دي من ضمن المهارات اللي انت بتكتسبها يعني. يعني انا زمان كنت بكتب كده شابتر يعني براجع لما افكر اكتب شابتر ميثودولوجي وهم اكتب جنبها توبيك لحاجه انا عايزها. يعني انا مرات شابترز كامله في سيسس كامله بلقاها مباشره للتوبيك اللي انا عايزه. ففي مهارات كده انت بتكتسبها من تجربتك انت من محاولاتك انت. مثلا انا كده حاجه كنت بشوف انه مرات انا بكون دايما ديفينيشن لكن ما انا اجيبه من النت لانه النت قد يكون مصدر ما موثوق او في صفحات ما موثوق. انا قاعد اخش جوجل بوكس وجوجل بوكس طبعا بدون ريفيو
بتدوك ريفيو، يعني ما بتدوك انت لما تبحث عن حاجه بتدوك ريفيو. فانا قاعد استخدم التيرمز اللي انا بقدر اصل بيها للمعلومه. يعني دايما بعد انه مثلا الزول لما يدور يعرض حاجه يقول لك مانجمنت ريفيرس تو او مانجمنت از ديفايند از، بكتب الكلمه دي بس كده واعمل لها كوتيشن مارك وبدخلها. فبرجع الريفيو بيجيب لي تعريفات من كتب وكتب ممتازه وكده، فبقوم بشيل التعريف ده وبضيفه للبحث بتاعي وبعمل ريفرنسنج للكتاب لانه اوريدي موجود. طيب برضه في طريقه انك تفتش الانفيزبل ويب، انك انت تعمل سيرش للداتا بيس، يعني تكتب ديزرتيشن داتا بيس. لما تعمل ديزرتيشن داتا بيس انت بتقدر تلقى قواعد بيانات خاصه بالرسائل الجامعيه، فتقدر تبحث جوا هذه الرسائل. وبالمناسبه لقيت طلعني اوبن اكسس ديزرتيشنز، يعني حاليا في رسائل جامعيه مفتوحه ممكن تخش القاعده وتبحث فور فري يعني. ولين اباوت اوبن اكسس وطلعني وين الصوت يعني. في عندنا بعض الشعريه اللي هي تحدث عنها الدكتوره اللي هي الغلاء بتاع اللي احنا ممكن دي احد المشاكل اللي انا من 10 سنين بحاول فيها ان انا عايز اوفر قواعد البيانات للباحثين لكنها غاليه جدا. والمشكله برضه في المفهوم بتاع المسؤولين، يعني المسؤولين ممكن يدوك 500 مليون للكتب لكن 1000 دولار ما يدوك لها لشنو؟ لجيرنال. فحقيقه دي واحده من الشغلات، يمكن ذكرتها دكتور رانيا واحده من القواعد تكلفتها 300,000 دولار ل 30 جامعه، يعني الواحد تقريبا تطلع زي 10,000 دولار للمؤسسه يعني في قاعده واحده. فدي واحده من الاشكاليات. فبرضه عدم تدريب اللايبراري، يعني انا جاتني نص مشاكل ماليزيا وقدرت اتطور، لكن هنا بيعتبروا المجال بتاع اللايبراري ده مجال يعني متخلف. انا عندي اخوي مشى يعمل ام بي اي في بريطانيا، فقال لي كل ما اطلع عن حاجه يقول لي امشي اللايبراري. ف يعني دي واحده من الشهادات الموجوده. في جهود اتبذلت يعني لانه احنا نقدم قواعد بيانات ذات يعني مرتفعة الثمن. مثلا القاعدة دي من أغلى القواعد الموجودة في العالم، يمكن تكلفتها 30,000 دولار. والشركة فيها جامعة السودان لكن فاتحة الأكسس لكل السودان. لكن في ناس كتير ما عارفين الموضوع ده. فدي في أي جامعة موجود لو مشيت من الجامعة من المكتب المفروض يوريك يديك الباسورد واليوزر نيم. قاعدة كبيرة جدا ومن أشهر القواعد في العالم. موجودة. جسر برضو عبر شبكة الجامعات برضو موجودة وعبر ايفل. انستيتيوت اوف فيزيك كيبر دي برضو احنا اشتركنا فيها برضو عبر ايفل وعبر شبكة الجامعات كامبريدج جيرنالز. طيب انت كيف تعمل ايفاليويشن للانترنت سورسز؟ يعني زي ما قلنا الحته اللي انت بتجيب منها المعلومه برضو بتبتدي تديتيرمنز اتس يوسفلنس. يعني مثلا انت لما تجيب من جوجل ما زي لما تجيب من اللايبرري كتالوج، ما زي لما تجيب من داتا بيس مشهوره وهكذا. الاثوريتي برضه المفروض تعرف الزول الف او نشر الكلام الموجود على النت ده منو، وتعمل جوجل تشوف الزول عنده ابحاث ما عنده ابحاث عشان ما تشيل منه سهل. وبتقدر تعرف برضه من اللينك، تقدر تعرف من اليو ار ال انه ده تابع لمنظمة مؤسسة أكاديمية ولا تابع لمنظمة حكومية ولا شركة ولا كده عشان ما تاخد ساعة. الكفرج والريليفنس بتاع الموقع برضه امبورتنت، تقدر تعرف هل بيقدم معلومات جيدة ولا لا. الموقع ده معمول لانه هل معمول لأكاديميين وسكولرز ولا معمول للشغل للجنرالز. البيربوس اوف انفورميشن الموجود بالموقع عندنا تعمل لك
السير الشرعيه غير ما تاخد من الحته اللي بتعمل سير شويه. الليفل بتاع اللانجوج هل هو لانجوج يعني ليفل تعبان ولا ليفل يعني هاو اب تو ديت المعلومات الموجوده وهكذا. هل الزول ده عنده بيبليوغرافي ولا حتى المعلومه سايب بدون ما عمل وهل المعلومات دي اكوريت ولا ما اكوريت؟ السبيلينج والجراماتيكال وهكذا. دي برضه دايره شويه مهاره انك تعرف انه في بايس دي بالذات في العلوم الاجتماعيه هل البحث ده يعني ما انه يسند فكره معينه ولا ما؟ الاكسسبيلتي برضه من الحاجات المهمه، الديزاين بتاع الويب سايت برضه من الحاجات المهمه. في حاجات انا عايز اتكلم عنها اللي هي السيتي سايت، هاو تو سايت، احنا واي دو وي سايت؟ تو جيف كريدت تو اوثرز انك تزور الشيء اللي تعمله ده تثبت له حقه. طريقه انك تلوكيت البحث زي ما قال انه لما كان بيرجع للبيبليوغرافي بيكون بيلقى اشياء بتدل على شنو؟ على اشياء ثانيه. To provide evidence of your research and to avoid. طيب هنا بقى نتكلم عن شنو؟ الستايل. ودي يا جماعه حاجه كثير من الباحثين يعني ما قاعدين يشتغلوا بيها. اللي هو انك لما تيجي تعمل ريفرنسين او تعمل كوتيشن لشيء للارتكل بتاعك لابد انك تدرس الستايل الموجوده وتبني على تعمل وفقها يعني. في ستايل موجوده بيوريك انك لو عايز تقتبس من كتاب، لو عايز تقتبس من جينر كيف، لو عايز تقتبس من شابتر في كتاب كيف، لو عايز تقتبس من فيديو كيف، لو عايز تقتبس من قاعده بيانات. لو عايز تختلف من قاعدة كيف؟ بالنسبة للناتشورال ابلايد ساينس دي السلايدز العادة يعني الناس بيحبزوها انها تكون تستخدم. اي زول في مجال الناتشورال ابلايد ساينس ساينس يعني المفروض او يعني يفضل انه يستخدم هذه السلايدز. في الهيومانيتيز اند بيرفورمينج اند فيجوال ارتس في الـ MLA والشيكاغو ساينس برضه من المحبز اليوم. السوشيال ساينسز في الامريكان سايكولوجيكال اسوسيشن ساي والشيكاغو والـ APSA. طيب ده نموذج لان انا يا جماعه فحصت واحد من الرسائل الجامعيه دريت ماجستير لما عمل ريفرنسنج بورقه كاتب www وكاتب اسم الموقع بس. لكن انت لو عايز تقتبس من الموقع دي واحده من النماذج. شايف تعديل المؤلف والعنوان بتاع النماذج في النهايه كابليشنو ريتريفت. شايف تم يعني ريتريفت May 13, 2005 بعدين جاب شنو؟ الموقع ده بالنسبه للـ MAA سايت. الـ MAA سايت في اختلاف. لكن في النهايه برضه بيوري انه بيوري انه شال 200 ودي يا جماعه مهمه انه تودي تشيل 200 ليه؟ لانه الانترنت ممكن الصفحه تختفي. ممكن الصفحه تختفي. فلا بد انك تودي اليوم الشيل فيه ال دي مثلا انت اذا عايز تشيل من قاعده البيانات موجوده مثلا بروكويست او ايبسكول حسب اتكلمنا عنها دي الطريقه اللي انت بتشيل منها في الاي بي اي ستايل مثلا. Retrieve from breakfast, nursing and allied health. فلا بد الزول الباحث ودي واحده من الحاجات بتساعدك انك تنشر لما تكون عارف القواعد اللي انت تنشر بها دي برضه بتسهل لك انه البحث بتاعك يقبل بسرعه. دي مثلا لو يعني اقتبست من كتاب الكتروني ده تطور يا جماعه بتاع الاقتباسات ممكن تقتبس من كتاب الكتروني. كيف بدك تختلص من التويت؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.